تحية طيبة أعزائي، إليكم التوقعات الفلكية للأسبوع القادم ابتداء من يوم السبت المصادف في 28 من شهر أكتوبر تشرين الأول إلى 3 من شهر نوفمبر تشرين الثاني. أعزائي وجالة، خلينا نستعرض الخارطة الفلكية ونشوف التغيرات أو التحولات اللي راح تحدث خلال الفترة القادمة من حركة للكواكب. يعني ممكن كثير من الأشخاص يسأل أنه كل أسبوع احنا ناخذ من الوقت ونتحدث عن الخارطة الفلكية، وشنو الغاية من عندها؟ أنا بصراحة أعتبر هاي نقطة جدا مهمة بالنسبة للأشخاص المتلقين أو الأشخاص اللي يحبون يطورون نفسهم بهذا الجانب. طبعا ما أخص المتخصصين، لأن أكيد كل شخص متخصص بهذا الجانب راح يكون عنده خارطة فلكية، فراح يعرف تواجد الكواكب وين موجودة في أي مجامع نجمية. لكن بالنسبة للهواة أو بالنسبة للأشخاص اللي يحبون يتخصصون بهذا الجانب، هم يحتاجون الخارطة الفلكية وقد يواجهون صعوبة بالحصول عليه من خلال مثلا الإنترنت أو من خلال يعني برامج معينة، فإحنا نقدمها كل أسبوع بشكل واضح، ونقدمها حتى بتواجد الكواكب بالعشريات، فهذه مفيدة للأشخاص، خلي يعتبرها بالضبط مثل منهج دراسي. طيب خلينا نرجع الآن إلى تواجد الكواكب في المجاميع النجمية. في مجموعة الجدي الترابية يتواجد كوكب بلوتو في العشرية الثالثة. في مجموعة الحوت المائية يتواجد كوكب زحل في العشرية الأولى، وكوكب نبتون في العشرية الثالثة، كلاهما بهيئة تراجعية. طبعا الكوكبين نقدر نقول الاقتران بيناتهم على درجة يعني تحت الوسط أو أقل من الوسط. في مجموعة العذراء الترابية يتواجد كوكب فينوس الزهرة، وفي مجموعة العقرب المائية يتواجد كوكب عطارد في العشرية الثانية، يعمل اقتران على درجة عالية مع المريخ في العشرية الثانية، ويعمل اقتران أيضا مع أشعة الشمس في نقدر نقول نهايات العشرية الأولى على درجة فوق الوسط. طبعا هذا الاقتران هو يعتبر من الاقترانات الصعبة اللي موجودة بالفترة الحالية. خلينا نشوف التحولات أو التغيرات اللي راح تحدث في الأسبوع القادم. ما عدا تغيرات جديدة إلا حركة نقدر نقول حركة بالنسبة لأشعة الشمس من جانب، إضافة إلى كوكب عطارد، إن أنا راح يقوي الاقتران، يعني يقوي الاقتران على درجة تكون أعلى مع كوكب المريخ. كذلك أشعة الشمس أيضا راح تقوي الاقتران مع كوكب عطارد و مع كوكب المريخ. كوكب عطارد إضافة إلى كوكب المريخ إضافة إلى أشعة الشمس، كلهم راح يكونوا موجودين في مجموعة العقرب المائية، يقابلون كوكبي أورانوس وكوكب جوبيتر، كلاهما متراجع في مجموعة الثوأ الترابية. طبعا هذه المقابلة راح تكون على درجة أعلى من الأسبوع الماضي. ما عندنا شيء نقدر نضيفه إلى توقعاتنا للأسبوع الماضي، لكن نقدر نقول ممكن خلال الأسبوع القادم والأسبوع اللي بعده أيضا بالمناسبة راح تكون هذه فترة حرجة خلال الـ 14 يوم القادمة، ممكن تنبينا بزلزال قوي. حركة القمر راح تكون يوم السبت والأحد والاثنين في مجموعة الثور الترابية. الثلاثاء والأربعاء القمر ينتقل إلى مجموعة الجوزاء الهوائية، وفي آخر يوم من الأسبوع الخميس والجمعة القمر يتواجد في مجموعة السرطان المائية. قبل لا أنتقل إلى فقرة الأبراج الصاعدة والنازلة خلال الأسبوع القادم، خلينا نتحدث عن موضوع مهم جدا يجري الكثير من الأشخاص، وحقيقة هذا من ضمن الاتصالات اللي تجيني، كثير يستفسرون عن مسألة الهجرة أو الهجرة العكسية، يعني هل هذا في صالحهم أم لا؟ كثير من ينظر إلى أن المستقبل القريب ينبئ بأحداث كثيرة وأحداث صاخبة، فيقول لك أنا أرجع إلى بلدي ياه الأفضل أو أبقى في مكاني مثلا. إحنا هنا يعني نقطة كلش مهمة، أنا بالنسبة لي ما أقدر أنصح شخص على مثل يعني هيك مسألة، لأنه الانتقال هنا هي تغيير مصير، يعني هي ليست انتقالة سهلة. اليوم أنت لما ترجع من دولة أو تنتقل من دولة إلى دولة ثانية، هذه ليست عملية سهلة، هذه عملية صعبة. فبالتالي أنا ما أريد أدخل في خصوصيات الأشخاص، لأن كل واحد له خصوصيات. أنت ممكن يكون
ممكن يكون سعادتك في دولة ما تخطر في البال، ممكن أكو بعض الأشخاص يكونوا عايشين في دولة أوروبية يحلمون كثير أن يوصلوا لها، بس هم عايشين تعساء، وممكن سعادتهم تكون في دولة أفريقية ممكن تكون بعيدة عن الخيال أو عن التفكير ويكونوا سعداء. فهذه ما لها علاقة، يعني أنا ما أقدر أدخل بمسائل شخصية بهذا الجانب، لكن كقراءة، قراءة فلكية من جانب، نقدر نقول المستقبل القريب ينبئ ب يعني بحروب، بوضع اقتصادي مزري، بعنصرية خلال الفترات القادمة. لكن هنا علينا أن نبحث أنت في أي بلد. يعني اليوم لما تيجي تقول لي أنا موجود في، طبعا العنصرية تكون أكثر في أوروبا منها في أمريكا أو في أستراليا أو في كندا. ليش؟ لأنه في أوروبا الدول أو كثير من الدول إلها عرق معين وإلها تاريخ. هي العنصرية مين تجي؟ تجي أساسا لأسباب قد تكون اقتصادية قد تكون سياسية، تظهر الدوافع العنصرية عند أبناء البلد، وهذه الدوافع قد تكون هي موجودة ومكبوتة الآن، لكن أكو قانون موقف هاي المسألة. لكن أنت خلي في بالك أنه فيما لو صار هنالك ضعف بالقانون فممكن أن تكون هنالك حركات عنصرية، لكن هذه وين تنشأ؟ نرجع من جديد نقول هذه تنشأ في البلدان اللي لها تاريخ، يعني ممكن تنشأ في بلدان الآرية مثل النمسا، مثل ألمانيا، ممكن تنشأ في السويد، السفارجة، الأنجلو ساكسونيين، إنجلترا، الأيرش، الأيرلنديين، الفرنساويين، يعني الأغارقة، هذول البلدان اللي إلها عرق، إلها تاريخ. لكن أنت اليوم مثلا لما تكون موجود في أستراليا، هي أستراليا سكان الأصليين هم الهنود الحمر، فأنت اليوم يعني هو من يتعنصر على من؟ أنت حالك حال الصيني، وحالك حال البنغلاديش، وحالك حال، يعني أنت مهاجر، هم الموجودين في أستراليا هم بالأساس مهاجرين، فماكو فد جذر عنصري ممكن ينقلب عليك. لما تكون موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا هي أغلب الأمريكا أو عفوا أغلب الجاليات اللي سافرت لأمريكا، الجالية الإسبانية والجالية الألمانية والإنجليزية، طبعا إضافة إلى العرب ومن مختلف الجنسيات والأفارقة والآخرين. فما عندك عرق أمريكي، يعني عرق أمريكي خلينا نقول إلى فد 800 و900 سنة إلى الماضية، لا، هو فمن يتعنصر على من؟ بالتالي بعض المناطق أو خلينا نقول بعض الدول بالعالم، أمريكا، كندا، أستراليا، هذه العنصرية صعب أن تظهر عند الناس، لأن هم كلهم المهاجرين أو كلهم جاءوا شكلوا هذه البلدان من المهاجرين. لكن ممكن تنشأ في بلدان أوروبية، ممكن، ويمكن احنا شفنا قبل هاي الفترات الماضية أكثر شيء بالسويد، السويد شفناه بشكل كلش واضح يعني، وممكن تزداد أكثر خلال الفترات القادمة. بالمناسبة يمكن أعتقد يعني خلال الأشهر القادمة، ما راح أقول سنين، أقول الأشهر القادمة، مع وجود الحرب الحالية يعني في غزة، أعتقد راح تزداد بشكل أكبر، لأن هنا حتى الحكومات راح تشجع هذا الشيء بشكل غير مباشر. هسه أنا ما أدخل بهذا الموضوع أكثر، لأنه هذا راح أتحدث به أو راح يكون واحد من ضمن الأمور المهمة اللي في ضمن البث المباشر اللي راح يكون تقريبا بعد يعني 5 ساعات أو 5 ساعات إلى بضع دقائق من الآن. أتمنى حضوركم إن شاء الله حتى تشاركونا بالبث، راح يكون بث مفتوح إن شاء الله. خلينا نشوف الأبراج اللي سترتفع في الأسبوع القادم مقارنة بالأسبوع الحالي: الثور، الجوزاء، العذراء، والميزان. والأبراج اللي ستواجه انخفاضات في الأسبوع القادم مقارنة بأسبوعنا الحالي: العقرب، والقوس، الجدي، والدلو. الصدارة طبعا راح تكون من خلال قلنا حركة القمر، يعني من البديهي راح يكون أفضل الأبراج هو مواد برج الثور، لأن قلنا أول 3 أيام راح يكون القمر موجود في برج الثور، والثلاثاء والأربعاء راح ينتقل القمر إلى المنزل الثاني، والخميس والجمعة ينتقل المنزل الثالث. فالثور راح يكون من أفضل الأبراج، والمناسبة راح يكون هذا الأسبوع أو الأسبوع عفوا القادم هو من أفضل الأسابيع خلال السنة بالكامل إلى مواد برج الثور، أو قد يكون من الأسابيع الجيدة جدا بالنسبة إلى مواد برج الثور، فعليهم أن يستغلون الفرص بشكل جيد.
الصدارة إلى الثور مع ارتفاع إلى كل من الميزان الحمل والعذراء وانخفاض إلى أبراج العقرب الأسد والجي. بداية الأسبوع ترتفع مؤشرات الحوت، منتصف الأسبوع تنخفض مؤشرات كل من برجي الدلو والقوس، وفي نهاية الأسبوع ترتفع مؤشرات كل من السرطان والجوزاء. الحمل يسعد لصحبة الأحبة له 3 نجوم، الثور قمة في النشاط والحيوية له 5 نجوم، الجوزاء يحقق مكسب مالي إلى 4 نجوم، والسرطان في شباك الغرام له 5 نجوم، الأسد عليه الحذر من الأعداء له 3 نجوم، العذراء تتسلط عليه الأضواء إلى 3 نجوم، والميزان يستنشق الصعداء له 3 نجوم، العقرب عليه الاهتمام بصحته له نجمة واحدة، القوس يتوتر لأتفه الأسباب إلى 2، والجدي عليه الحذر من مخاطر الطريق له 2، الدلو تزداد إنفاقاته له 2، والحوت لديه لقاء مميز وله 3 نجوم. الأبراج الصينية راح يكون أفضل الأبراج هو الحصان ويحقق انتصاره ب5 نجوم، والعنزة يسمع خبر سار إلى 3 نجوم، الكلب ينتظر مفاجأة إلى 3 نجوم، والفأر يشعر بالتضايق وله 1. مواليد الأبراج الهندية القندز يحقق مكسب قانوني إلى 3 نجوم، والجمل يغير مكان عمله إلى 3 نجوم، والجاموس عليه الحذر من المقربين وله 1. أخيرا مولود برج شجرة البندق الدرويدي خطوة إلى الأمام له 3 نجوم. أفضل الأبراج راح يكون عندنا الحصان الثور، وأسوأ الأبراج الفأر العقرب في العشرية الأولى. أما ملك الأسبوع فهو اللي راح ينولد أو الطفل اللي راح ينولد بيوم 30 من شهر أكتوبر الحالي. ننتقل إلى فقرة الإجابة على تساؤلاتكم. لولو 27/4/1989 تقول رزقي محدود وتسأل عن تحسن الحال. 27/4 برج الثور، 89 برج الحية. حاليا الفترة الحالية الثور يعتبر الأبراج الصاعدة، لكن أيضا عنده تراجع فلكي. التراجع الفلكي ظاهرة سلبية، لكن لازم نشوف التراجع الفلكي من يا كوكب. لما يكون التراجع الفلكي من كوكب هو بالأساس إيجابي، فهنا نقدر نقول الثور الإيجابية والسلبية يترادف عفوا يتعاكسان. فبهالحالة الثور يعتبر من الأبراج الاعتيادية، لأنه كوكب المشتري هنا راح يدعمه بشكل إيجابي إذا كان بحالة مستقيمة، لكن بحالة التراجع ما راح تكون حالة سلبية، يعني خلينا نقول حالة اعتيادية ترجع إلى وضعها الطبيعي. لولو نقول لك أنت من الأبراج اللي بشكل عام المفروض صاعدة، لكن المشكلة إنه تراجع المشتري راح يبقى يستمر بالثور إلى تاريخ 30 من شهر ديسمبر، يعني إلى نهاية السنة. السنة القادمة هي الأفضل لك. طيب إحنا نقترب من الشتاء، الحية تنكمش في فترة الشتاء. أنت مواليد 89 برج الحية، وهنا الحية الأرضية تعاني من الانكماش في فترة الشتاء. بالتالي أقدر أقول فترة الرزق الجيد إن شاء الله راح تكون السنة القادمة بعد 15 من آذار، راح يكون الوضع ممتاز وراح يستمر إلى فترة الصيف ويأخذ أيضا إلى يعني خلينا نقول إلى نهاية الصيف. أميرة أم إتش تقول هل ممكن تحديد موقع زلزال أو الزلازل؟ الموقع صعب تحديده إلا بالحدث. البلدان اللي هي أساسا واقع على خط الزلزال هذه البلدان هي المعرضة. أما كبلد تحديد نقدر نقول الحد نحدد بسبب ظاهرة فلكية، طبعا الزلازل هي كلها بسبب ظاهرة الاقتران، أغلبها بسبب ظاهرة الاقتران. طبعا أيضا نأخذ نظر الاعتبار ظواهر التربيع أيضا تلعب دور بهذا الجانب، لكن وين يا مكان هذا حدث نعتمد عليه، ما نقدر نعتمد عليه عن طريق الاقتران والتربيعات. زين أشتي أشتي تقول متى يتقدم المشتري وأورانوس في الثور؟ أورانوس المشتري الآن في حالة تراجع في مجموعة الثور الترابية، التراجع يستمر إلى نهاية السنة. طبعا المشتري ما أخذنا إلى أورانوس إلى نهاية السنة وراح يبدي وما أخذنا بالسنة القادمة أيضا، يعني يستقيم السنة القادمة 27/1/2024 يستقيم أورانوس. أما كوكب المشتري جوبيتير فالحد 30 بالشهر هو في حالة 30 من ديسمبر، هو في حالة تراجع، يعني 31 ديسمبر آخر يوم بالسنة يلا يبدي يستقيم.
فنقدر نقول إلى نهاية هذا العام كلاهما في حالة تراجع، تراجع يعني مجموعة الثورة الترابية. أعزائي لا تنسون راح يكون عندنا بث مباشر بعد أقل من 5 ساعات من الآن، الساعة 11 ليلا بتوقيت بغداد، 8 مساء بتوقيت غرينتش. البث راح يكون مفتوح لأمور متعددة، راح نفتح باب الأسئلة للأشخاص اللي يحبون يسألون بمختلف المجالات، سياسة، اقتصاد، اجتماع، أي مجال معين، وإن شاء الله نحاول أن نجاوب على الأسئلة بشكل عام. أعزائي لغرض التواصل بإمكانكم التواصل عن طريق أرقام التليفونات الموجودة في صندوق الوصف، صندوق الوصف موجود جوا الفيديو، مجرد الضغط عليه راح تشوفون أوقات الاتصال وأرقام الاتصال. لمعرفة البرج الهندي والصيني والدرويدي بالإمكان الدخول على موقع رسمي paroscope.de والمتواجد في صندوق الوصف. تحياتي تقبل فاق مودتي، هذه أحلى أجمل أنقى رزق.